وفاقا من مديرية التكوين والتعليم مهنيين تواصل القافلة التحسيسية والإعلامية خرجاتها الميدانية بولاية ورقلة للتعريف والترويج بمختلف عروض التكوين والتعليم المهنيين. هذه العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني لتجوب أحياء المدينة والمناطق العمومية. هذه القافلة الإعلامية الغرض الأساسي منها هو التقرب للشباب والمواطنين من أجل إعلامهم بالدور الأساسي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. مبادرة سعى من خلالها المنظمون إلى إعلام الشباب بجميع التخصصات المستحدثة هذه السنة ومتى توافقها مع متطلبات سوق العمل. الحافلة الإعلامية أو القافلة الإعلامية الخاصة بترويج عروض التكوين والتعليم المهنيين لدورة فبراير 2023 في مختلف التخصصات ومختلف الأجهزة ومختلف مستوى التأهيل، من مستوى التأهيل الأول شهادة متخصصة في التكوين المهني إلى شهادة تحضير تقني سامي، أهلية تقني سامي في تخصصات المعروضة لهذه الدورة، حيث تم تخصيص لهذه الدورة 4848 منصب بيداغوجي موزع على النحو التالي. طبعا هناك نمطين للتكوين المهني، نمط الحضوري أو الإقامي ونمط التمهيل. خصص للتكوين الإقامي الحضوري 835 منصب تكوين موزعة على النحو التالي عن طريق المعابر، يعني لباسرير فورماسيون باسرير، يعني الناس اللي تترقى من أهلية تقني إلى تقني ثاني. خصص 400 منصب بيداغوجي، التكوين عن طريق الدروس المسائية لفائدة العمال أو الموظفين خصص 125 منصب بيداغوجي، التكوين لذوي الاحتياجات الخاصة هناك 100 منصب بيداغوجي. أما عروض التكوين عن طريق التمهين اللي هو باعتباره تكوين تناوبي تم تخصيص 1061 منصب تكوين، 1061 منصب تكوين منصب بيداغوجي خاص بهذا النمط الهام اللي هو يعتبر نمط تناوبي. أما التكوين التأهيلية قصيرة المدى فخصص يعني قصيرة المدى المرأة الماكثة في البيت أو المستفيدين من جهاز منحة البطالة، هذا يعني تكوين قصير المدى مكثف تتراوح فترة التكوين من بين 3 أشهر إلى 6 أشهر. خصص تكوين تأهيلي خصص له عرض ب 1650 منصب بيداغوجي. أما التكوين المستفيدين جهاز منحة البطالة خصص 725 منصب بيداغوجي، يعني العروض الكلية 4848 منصب تكوين لدورة فبراير.